سؤالي نسوي دي وحو كوب اللابي وعن هلكن كسلامة يا شيخ شبلي دادية برامج كا وعن ربعينا ويديو سؤال نوح جرتو نهاية ذي وحا السنة دول بحوستا وحورا يوقشا والدين تيدا مركاني وحان درال عقتي وحلو حسي لها مدن ببا مساء وحان ربا إنو شيغي جوابا يلي الحمد لله حورها الله قال يا سنة والبحسكة بدعوي وح بدعاء سمينتي سنة مبنى نو دنبي وي وكل بدعة ضلالة وي ما دام وحن عبادات يا قربي يا لو دو ان شاء الله غتشي ذا اجر لغيرو اصل شريعة كما لها صدرت هو يدانا ان هذا وعد السود واني سي كوغول هذا هي اديغنا كوما بنانا ان الحولة يا العق يا حوق منا كو بحسو والدك احترام يا طاعة يا إن لم مقرو لي هي لكن وإن تانو حدود شرعية الله قد بين واي لا طاعة لمخلوق في معصية الله إلهي معصية دي سقفنا لغو ما طاعة والد يو والالتونا مركا والدك على الرأس ماذا حين نصارينا وحي عن معصية هاي لكن وحي معصية حق ربي با كوين يا طاعة ديس صادرت الوالد كان سترتيبية رفق لنا ويش اكتوب هاي هاي مثلا يا حكم كذا شرع قال عدو كذا جيستنا أمري سي أبا أنت هاي أذيقنا إن على رتا يا شكوما بنانا لا واحد الله يسكت دار قف دعوة ذا ويا ريتان كذب أري وانا كسنا معانها كلها الله حولها بحنتو ذا نهديدو وبالله التوفيق أجري حسنا ذا نسوكو بكرين الله كاسيو إن داوضي هل وحين السوكر نقابيه ذنب برنامج كولان كشبلي إن وحنا een si weyn aan ugu mahadcelinaynaa rabbi ajri xasanaad aan la soo koobi kirnaa siiye een sheekh shibli oo inta badan dadweynaha iyo umada Soomaaliyeed ee daawadayaasha Somali Channel waqtigiisa qaaliga oo rais la markaana su'aalaha ay soo weydiinayaan jawaabo ku saabsan diinta islaamku waxay ka qabto ka siiya een dadweynaha Soomaaliyeed ee daawadayaasha Somali Channel waxay su'aalahoodii noogu soo diri karaan ciwaanka kulanka shibli somalichannel.tv iyo ciwaanka facebook aynu ku leenahay waa kulanka shibli Somali Channel hasaahate waxaan idin kaga codsanaynaa in su'aalahaad ino soo direysaan aad soo koobtaan muhiimadana aad ka baartaan si shiiqa uu jawaab waafi ah uga bixiyo guud ahaan waxa intaas ugu soo gabagabeynaynaa xalqadii 23aad ee barnaamijka kulanka shibli tan iyo inta aan todobaadka xiga hadii Allah awood leh uu qadaro dib barnaamijkan barnaamij la mid ah dib awood ugu wada kulmi doono aniga iyo shiiquba waxaan idin leenahay sida ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh